معقلات الانتقال الطاقي. وهنا غنهضروا مع السيدة الوزيرة ليلى بن علي، وزيرة الانتقال الطاقي. وهنا خصنا نوقفوا، هذا هو اللي مهم. أما تبوسي ما تبوسيش، هذاك ماشي الشغل ديالنا. حياتك الخاصة ديري فيها اللي بغيتي، غير ما يكونش تعارض المصالح. ولكن اللي كان سمعوا كان تسألوا أنك داخلة في عملية ابتزاز، شي واحد كيبتزك، شي واحد باغي المشروع والمارشي ديال الانتقال الطاقي، وما باغيش شي شركة أجنبية تدخل تنافس. وبالتالي إلا وصلنا لهاد الدرجة ديال الابتزاز كما قال البلاغ ديالك والبلاغ ديال الحزب ديالك، فهنا خصنا القضاء يتدخل. كيفاش على أن وزير أو وزيرة كيقول وكيستنجد أنه كيتعرض للابتزاز من شركات احتكارية والنيابة العامة تبقى ساكتة؟ هادشي خصو تحقيق. وإلا ما درتيش أنت طلب للنيابة العامة، حنا في الحزب المغربي الحر غنديروا طلب للنيابة العامة باش يكشف لنا الملابسات ديال هاد عمليات الابتزاز. لأن المغرب ماشي هو الدول ديال أمريكا اللاتينية اللي الوزراء والقضاة كذا كيتعرضوا للابتزاز ديال العصابات. هذا عمل خطير، وما يحسبلكش أن هذاك البلاغ غيدوز مرور الكرام. ما معنى أن تتعرض وزيرة والسيادة المغربية للابتزاز؟ شكون هاد المافيا اللي كتبتزك؟ هذا سؤال خص الوزيرة تجاوب عليه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.